استشهد نقيب أحمد إبراهيم عبد النبي متأثرا بإصابته جراء حادث تفجير عربة الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد فجر اليوم. كان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد صرح بأنه تم استهداف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تقل مجموعة من ضباط ومجند الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد، ذلك بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق. أسفر الحادث عن استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي على علي عبد الخالق بجانب النقيب أحمد عبد النبي وإصابة ثلاثة آخرين. هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.